كاس يعني ديك الملحه. تدخلي سوق راسك انت داك الماتشيزم ديالك خليه عندك بافيك موا الناس كيسمعوا بغيت نعرف اسير شنو قال مقلقك انت انا اش درت لك جوستومون ما درتي ليا والو والو سام خرجت من رونتك اش دارك اسمعني يا ريطة مزيان انا كنت باغي نربح معاك تربحني دي بوان دي مايلز شي حاجه شي لعبه ما كتفهمش انا اللي لم تكوني خاطر انت غتربحي كلشي ريطة ربح غير راسك كيف الجهة اللي ضرك طور بحالتك شي شوية بدو بنيت خزان ريطة انا غادي نمشي غاديو بون سمعني يا ريطة انا كو كنت باغا بوموغ كره تجوج شحال هادي ودرت التريكه كره ولادي كيلعبوا سمعتي دابا الله يعاونك الله يهنيك حيت يدك تخلي الناس كيشوفوا سهام سهام رضا وباش نلقاو الطريقه اللي ترضيكم جوج يلا يا سيدي نشوفوا هذا المشكل مزيان جيتي يلا سيدي دونك لاله فاتين سي رضا مسكين غادي يخلي لك الطوموبيل هو راه غادي تبقى له غير الدار اللي اصلا سميتو منيتكم هذا هو اللي غادي يرضينا بجوج زعما على اساس شنو مسكين من الفوق شوف استاذ هذيك الطوموبيله خرجناها بجوج جديده وكنخلصوا الطريطات ديالها بجوج نص بالنص كدار سميتي خدار سميتك حتى هي مخلصينها بجوج بينا نص بالنص ولكن راه سميتو حتى ما عندهاش باش خلصتها حتى محامي نورمال جوج بواحد الشفار خلاني سافر تخدا لي الطوموبيل وخوا لي الكونت ديالي حتى انت راه خويتي لي الكونت ديالو على هاد لي شوسيغ وداك السيكان دو لوكس اللي عندك منين جاوك عرفتي واحد الجمله ديما كنسمعها ما عمرني ما لقيت لها الكونتكست اللي مقاد بصح الفلوس كيبدلوا بنادم كومبليتمون فون اكزومبل برافو عليكم تبارك الله على الفتاه الفقيره جوجات بالسيد لاباس حبا فيه شوفك عامل يلاه رضي عليك تحترمي راسك ياك حتى انا جايه نطلق من خوك ماشي منك لو كنتي معقده ولا ما مصالحاش مع راسك حيت باقا عايشه مع بابا شوفي غنقبح جوج كلمات باقا نعاودوش ولا كانوا صحاباتك كلهم عندهم لا كارير ديالهم وانت لا فاتفي خصواني الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم ما تفكرناش هذا المشكل لا فاتين
ديري عقلك شوية. أنا دايره غير طوموبيلتي والأبارتمون ديالي وأن شيك فيه تعويض على قاعد العوامات هادو اللي ضيعتهم على ودك. ما تجيني شيك أنا عمقلك ذلك. دابا لو بغيت نحيدها لكم فوق ظهرك راه نحيدها لك مزروبه فمال خديتي شك وطلق غادي تاخديه ماكش واحد اخر زيونه في حياتك ياك انا هاد الشك معجبنيش جبونس محمد ديالك غيكون عارف بلي غنك يعاقب على الخيانه الزوجيه ياك تنصن هدرو عليها من بعد هاي 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 لا لا فاتين اش كنقولك ديما قلتلك جمع راسك اش ما خدامش هاد الشيء ما عفوالك دابا شنو بغيتي فيقوا الجيران نديروا الحيحه وشوها وتفرجوا على عبد الله هذا لا لا ينوض اللي بغى ينوض انا ماشي شوخي دابا شنو بغيتي من الاخر اشنو بغيتي شوف شنو بغيتك وانا خلف العف يلا سيف حالك يا حليل لي رضا دخلي انتي دخلي تنعسي يلا سيرا وما الناس غيبداو كيتم الله يرحم لك الوالدين سيف العار لما تضربيه في هذه اللوجه كبرتي اشني ولا وسير دخلي 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 يا فهد دخلي شنو درنا فيك ما درنا والو سي تخوطا ما غشوها سير في حالك سير في حالك فاتي تذكر سجمي حوايجك ويلا نمشيو في حالتنا اش كتقلبي دابا علاش لا انت اللي علاش كتقلب اشنو هادشي اللي قلتي دابا عاودوا عاودوا بغيت نسمعوا هادشي اللي قلتي عاودوا شنو بغيتي الله يعاون لا عاود قولي هاد الهضره اللي عاودتي هذا عاود قولها عاود قولي هاد الهضره اللي اجي معنا سردا لا لا اسمحوا لي انا عندي فول ما خصنيش ندير الروطا غير اجي معنا حيد حيد ما تخش قولي حيد يديك اشرحوا لي دابا شنو واقع اجي معنا وغنشرحوك شنو واقع زيد ولا ما بغيتش نمشي امشي بلا خطا حيد يديك حيد لا فيست بس خلي لا فيست شنو واقع حيت شارب خشوش صوت الطياره شكون اللي قال لكم انا شارب ريحتك عاطيها من الدوره واش تدابع لي تغدى وشرب كاس واش ما كتحلوا اللي بغيتو وتحرموا اللي بغيتو وحرام وحشومه حيديتك حيديتك ما تبقاش تقول حيديتك قلت لي شلافيست فاو نيما سير كنت غتفزكني انا بنادم اه مالك ها
اش كدير هنا؟ ها فاش اش كتقلب رضا؟ سير لوسيتو انت تسمع هاد المشاكل وانت اللي لعبت لعب عليك دير بحالك شكون كتقلب تقلب على راسك خلاص كتقلب رضا صرف عميني طيب طيب معاك ليلى ها دير بحالك بركه رضا كنت كنحنا يا عباس يا رضا يلا زيد ما تسوقش لهذا زيد